مشاهدينا الأعزاء أحييكم من قناة الظفرة وإليكم نشرة الأخبار، أهلا بكم. يتوج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صانع الأمل الأبرز في الوطن العربي ضمن الدورة الثانية من صناع الأمل، المبادرة الأكبر من نوعها عربيا لتكريم أصحاب البذل والعطاء نظير جهودهم الإنسانية ومبادراتهم المجتمعية التي يسعون من خلالها إلى تغيير واقع مجتمعاتهم إلى الأفضل، وذلك في احتفالية حاشدة يستضيفها إمارة دبي في 14 من مايو المقبل. وفي هذا الصدد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن صناعة الأمل صناعة للحياة واستئنافا للحضارة، صناعة الأمل في عالمنا العربي هي المهمة الأكثر شعبية وأهمية والمشروع الأكثر أولوية، ونسعى لإلهام ملايين الشباب للمساهمة الإيجابية في بناء مجتمعاتهم. ويشهد الحفل الختامي للمبادرة الذي يقام في مدينة دبي للاستديوهات تكريم صناع الأمل العرب الذين بلغوا التصفيات النهائية، وذلك من بين أكثر من 87 ألف صانع أمل سجلوا في دورة صناع الأمل لهذا العام، حيث يأتي هذا التكريم بمثابة تكريم مضاعف لجهودهم المتميزة ولمنحهم المزيد من التحفيز والمساندة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الرئاسة معالي سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة. وجرت للمستشار لدى وصوله قصر الرئاسة في العاصمة أبو ظبي مراسم استقبال رسمية، وعزف السلام الوطني للنمسا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد. وصافح المستشار الضيف مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للمستشار النمساوي. هذا وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع معالي سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما استعرض الجانبان خلال جلسة مباحثات رسمية جرت في قصر الرئاسة اليوم علاقات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا اليوم مراسم توقيع اتفاقية امتياز في الحقول البحرية تحصل بموجبها شركة OMV النمساوية للنفط والغاز المملوكة جزئيا لإحدى الشركات التابعة لمبادلة للاستثمار على حصة 20% في امتياز صرب وأم اللولو البحري. وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها، والدكتور رانيير سيلي الرئيس التنفيذي لشركة OMV النمساوية. كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب الداخلي بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومجلس الأعمال النمساوي في العاصمة أبوظبي، وقعها كل من سعادة الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي للجامعة وسعادة ريتشارد بانديرا أمين عام المجلس. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم بحضور الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون مشروع الغرفة الماطرة الدائم والواقع في منطقة المجرة بالقرب من كورنيش الشارقة،
ويتكون المشروع من مبنى يضم غرفة رئيسية تهطل فيها الأمطار بشكل مستمر وتتوقف حينما يخطو الزائر داخلها، وهو صديق للبيئة كونه يستخدم كمية قليلة من المياه المعالجة بشكل مستمر في الغرفة، والتي تم تجهيزها بفلاتر ذاتية التنظيف حرصا على عدم إهدار المياه. وقام صاحب السمو حاكم الشارقة ترافق الشيخ حور بن سلطان القاسمي بجانب عدد من القائمين على المشروع بجولة في المبنى، حيث تعرف على محتوياته وعلى ميكانيكية عمل الغرفة الماطرة، وبعدها أجرى سموه تجربة للعمل الفني من خلال السير تحت المطر. أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أكد على أهمية الدور الذي تلعبه الجهات الحكومية في الإمارة في دفع عجلة تطوير العمل الحكومي لتحقيق السعادة والازدهار للمجتمع الإماراتي. جاء ذلك خلال قيام سموه صباح اليوم بجولة تفقدية لدائرة بلدية أم القيوين للاطلاع على سير العمل، حيث كان في استقبال سموه الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلى رئيس دائرة البلدية وعدد من المسؤولين. وأشار صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى حرص حكومة أم القيوين على مواصلة مسيرة التنمية وتقديم كافة وسائل الدعم لكافة القطاعات الحكومية بهدف بناء بيئة متكاملة ومثالية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 ورؤية إمارة أم القيوين 2021. وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية بإرسال حملة عاجلة لإغاثة أهالي عزبة التلاهي بمركز أرمنت في محافظة الأقصر المصرية إثر تعرضها لحريق هائل دمر عشرات المنازل بشكل كامل. ومن جهته طلب سعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية من ممثلي الهيئة في مصر سرعة التحرك إلى المنطقة وتقديم وإعداد تقرير كامل عن أوضاع العزبة واحتياجات أهلها، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفوري. ويأتي هذا الدعم ضمن حملة قلوب رحيمة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مطلع عام 2017 عام الخير، وأمر سموه بمواصلتها خلال عام زايد 2018، وتشمل الإغاثات العاجلة والمساعدات الموسمية والمشاريع الصغيرة في محافظات صعيد مصر. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية دور حملة الشهادات الجامعية العليا في نقل رسالة دولة الإمارات إلى العالم وتعزيز مكانتها المرموقة في ركب الحضارة العالمي. جاء ذلك خلال تكريم سموه ل18 خريجا من حملة شهادة الماجستير في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، حيث استمع سموه لشرح موجز عن تخصصاتهم العلمية ومضامين رسائلهم المقدمة لنيل درجة الماجستير وأهميتها، وبعدها وزع سموه شهادات التكريم عليهم وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة المكرمين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. حضر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ندوتين أقيمتا ضمن فعاليات الدورة 28 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب المقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض أدنك. واستعرضت أميمة صوالحة المستشارة التربوية خلال الندوة الأولى التي نظمتها مؤسسة المباركة بعنوان أنا معك تربية النفس للجيل الصاعد، ودارت الندوة الثانية التي أقيمت بجناح جائزة خليفة التربوية حول دور الإعلام في الوعي الوطني، وتحدث خلالها الإعلامي سليمان الهتلان والإعلامية خديجة المزروقي أو المرزوقي رئيسة تحرير دبي بوست. استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة في إمارة دبي برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة تقريرها في شأن موضوع التنافسية والإحصاء، تمهيدا لإقراره ورفعه للمجلس لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة. وتناقش اللجنة موضوع التنافسية والإحصاء ضمن 5 محاور.
شهد ركن التوقيع بجناح مجلس الحوار في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب توقيع الباحث الإماراتي الدكتور محمد مانع المنصوري كتابه القيادة الإدارية صفاتها العامة ودورها في التنمية المستدامة والذكية، والذي يعد أول دراسة علمية وعملية تستعرض دور المجالس التنفيذية في قيادة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. ويوضح الكتاب دور المجلس التنفيذي في قيادة التطوير والتنمية المستدامة والذكية في إمارة أبوظبي من خلال عرض مظاهر التطور في العاصمة أبوظبي وإدارة التنوع الاقتصادي فيها، بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية للتنمية والتطوير، مرورا بدور المجلس في تطوير البنية التحتية الفعالة والمرنة وتطوير البنية الرقمية والتنمية الذكية وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحديات التنمية المستدامة، وصولا إلى نموذج أبوظبي لهذه التنمية. أشاد سعادة العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بدعم وزارة الداخلية وكذلك التعاون والتنسيق القائم بين كافة إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، حيث تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة من ضبط شخص آسيوي الجنسية كان يحاول تهريب 167 كبسولة مخدرة في أحشائه عبر أحد المنافذ الحدودية للدولة، وذلك بحسب ما صرح به سعادة العميد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة. وبالفعل تم تحويله إلى المستشفى واستخراج الكبسولات من أحشائه، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم إحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات بحقه ولنيل الجزاء العادل. نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العرس الجماعي الثاني في أرخبيل سقطرى ل200 شاب وفتاة ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقام برعاية سموه ويستفيد منها 2200 شاب وفتاة في 8 محافظات يمنية. وتأتي هذه المبادرة النوعية ضمن استجابة دولة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة في جميع المجالات في عام زايد. وفي الجانب الإنساني تنفذ مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مشروع إفطار صائم ضمن خطة برامجها ومشاريعها الإنسانية الموسمية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لتغطي أكبر عدد من المستفيدين تجسيدا لقيم التكافل الاجتماعي وتعزيزا لأواصر التقارب والتراحم. وفي هذا الصدد أكد محمد حاج الخوري مدير عام المؤسسة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور الشركاء والرعاة، أكد أن المشروع الذي ينفذ على مستوى الدولة في الشهر الكريم سيتم خلاله توزيع 915 ألف وجبة بواقع 500 وجبة يوميا، أي 30500 وجبة يوميا بالتعاون مع 305 أسر منتجة للوجبات، بالإضافة إلى بريد الإمارات ومواصلات الإمارات لتوفير خدمات التوصيل لتغطية 105 مواقع للتوزيع. والآن مشاهدينا نتابع إغلاقات أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملات أسهم شركاتها المدرجة في نهاية هذا اليوم. وإلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم غد بمشيئة الله تعالى. وإلى هنا مشاهدينا نصل لختام نشرة الأخبار من برنامج مساء الإمارات، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.